مساء الخير البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو اليوم البنات، طليت عليكم بفيديو خفيفه ظريفه، ولي فيديو اللي دائما دائما تطلبوهم مني ودائما تحبوا باش نبارطاجي معاكم. هاد لي مومو تاع روتينات كي يكون بين طلبيه تاع الحلويات. هنا البنات بعد ما وليت من تيزي وزو، البنات هذه غد من داك يعني وليت مع العشيه، دونك بدت في الليل ريحت، وغد من داك الصبح يعني بديت ديريكتومون الحلوه ديالي. كانت عندي طلبيه اللي لازم عليا نوجدها. البنات عندي طلبيه تاع 60 حبه تاع تزيريات، و60 حبه تاع لي رافاييلو، و60 حبه تاع الكعكعات. هنا البنات نط صباح كالعاده والعوايد نط نوجد كامل لي بات دياولي هكذا باش نخليهم يرتاحوا. وتاني البنات ما نكذبش عليكم، كنت اكله بلي عندي اللوز، فينالمون صبت اللوز يعني كرطونه تاعي خلاص لي ما كفاتنيش، يعني بقات لي جوست قسمه نخدم الكعكعات برك. دونك جي بروفيتي لوكازيون قبل ما ينحيوا لنا الماكو، تعرفوا يعني الازمه تاع الماء اللي رانا كامل فيها. دونك انا واش قلت جو بريفير نوجد كامل لي بات دياولي هكذا باش نغسل كامل هذوك الماعن، والعشيه ان شاء الله يجيب لي الزوج تاعي يعني اللوز يشريه لي هكذا باش نبدا نخدم. ومن بعد البنات فينالمون تبدل كامل لو بروغرام ديالنا. دونك عيط لي الزوج تاعي قال لي العشيه نحطوا البحر. الوغ انا ما قدرتش نقول لا مع هذاك التعب، يعني كانت عندي ورشه تاع تيزي وزو عندنا بزاف ما خرجناش. الوغ قلت نوجد لي بات ديالي نخدم وين لحقت، ونرفد كابتي ونحبط البحر، يعني هكذا الواحد ينحي شويه التعب. كما راكم تشوفوا هنا البنات خدمت لاباط تاع تزيريات خليتها تريح، وكنت خدمت لاباط تاع الكعكه عاتاني خليتها تريح وزنتها وحطيتها في الفريجيدير باش تريح. وهنا واش جيت درت البنات تاني، جيت خدمت لاجينواز تاعي تاني. البنات عندي يعني من غير هاد الطلبيه عندي طلبيات واحد اخرين، منهم لي فروي. كما نعرفوا لي فروي لازم لا فورس يعني تكون عندنا واجده من قبل. دونك جي بروفيتي مادام ما كانش عندي اللوز قلت هكذا نقدر نقص حوايج اللي ما يعني ما يسحقوش اللوز. كما راكم تشوفوا هكذا البنات جيت وجدت لاجينواز تاعي. هنا البنات مستعدين تعملوا الزوج درجة حرارة الفاق، وتحط عليهم زيت شمسان تاع سكر يعني سكر عادي، وزيت لافاني باش تخليو يعطيو مغرفة كبيرة تاع لافاني. من بعد نحطو هذاك البيض والسكر إلى لافاني راهم يطلعو معايا كثر خرجو من الباطون هذاك، درتهم على أقصى درجة. هنا بغيت نوجد لوكاسيو تاعي اللي كان بالسكر شوية تاع الزيت، وغبرتو بالفارينة من بعد نحطو لافاني الصغيرة هذا هنا البنات. بعد ما طلع مليح تخلط مليح هذاك البيض والسكر، جيت هنا البنات نزيد الفارينه في هذه الكميه تاع 10 حبات بيض، راني رايحه نسحق 4 كيسان معمرين تاع الفارينه، ونسحق ثاني 4 باكيه تاع لا ليفور، يعني 4 فارينه و4 لا ليفور و10 بيض وزوج كيسان تاع السكر ولافاني. هنا البنات الفارينه درتها على مره يعني 4 كيسان مع هذوك 4 صوابع، نعاود نسحق الباكيه الهبو تاعي عفوا يعني ما نخلي حتى حاجه مورايا، لا شغل لا ما عندنا والو، يعني ندخل ندوش ونروح نتكا. هنا البنات راكم تشوفوا، شوفوا لاجينواز كيفاش طلعت الله يبارك، يعني ماشي غير دوبلات الفوليوم ولا تريبل، تجي خفيفه 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 ما شاء الله. ميم اللي يحبوا يخدموا بها باتيسيري ولا ديروا بها لي ترونش ولا، تجي بزاف 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 هايله، يعني ننصحكم تجربوها. هنا البنات اونطروطون الكوشه تاعي كيما نعرفوا يعني جينواز لازم تكون كوشه سخونه مليح، سخنتها تري تري بيان. من بعد كي دخلت لاجينواز تاعي نقصت لها درجه حراره تاع الفرن هذيك هكذا باش تطلع معايا مليح وتجيني مهويه لداخل، يعني شوفوا كيفاش راهي كي لاموس الله يبارك. دخلتها طيب. ومن بعد واش وليت درت البنات، وليت الكعكعات ديالي هاي ليك هنا لاباط يعني كانت ريحت في الفريجيدير، جيت خدمتهم كامل يعني كنت خدمت لافارس ثاني، ما صورتش معاكم المقطع هذاك، ووزنتها
يعني باسكو زوج تاعي مات كنقلي 5.5 مال 6 ماكسيموم نخرجوا من الدار. يعني رحت خدمت هذوك الكعكعات هاي اللي هنا البنات لاجينواز كيفاش جات، يعني جات طريه طريه. شوفوا هنا راهي سخونه هداك وين خرجتها من الكوشه، يعني شوفوا كيفاش تجي خفيفه 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 ما شاء الله. ومن بعد يعني هنا كنت البنات كنت كملت الكعكعات هذوك خليتهم يريحوا هكذا باش في الليل سواء نولي في الليل نطيبهم ولا حتى الغد من داك. يعني البنات لازم نديروا هكذا، يعني كان ما يكونش تنظيم تاع الوقت صدقوني ما راكم رايحين ديروا حتى حاجه، يعني لازم ننظموا وقتنا. وبعد ما كملتهم جيت نوجد واش ندي معايا. فوالا البنات هايليك حمصت هنا شويه، كان عندي شويه لوز وشويه جوز هكا قلت لهم نحمصوا باش نديه معايا. نعم نديرهم في هاد البوكت مونجي هادي ونزيد دوك نكمل. راني حاطه الماء يغلي باش ندير لاتاي. نعم هنا راني جبت هاد البوكت مونجي هادي ندير فيها فناجل تاع لاتاي باسكو راني حنحبط معايا غير لاتاي برك. ومن بعد العشاء والله ما على بالي واش راني رايحه نشريو في الطريق، يعني مانيش رايحه نوجد باسكو مع السخانه هادية والماء ما كاش عبالي نقعد نوجد ما تجي تلحق علينا 5:30 امبوسيبل نكون كملت. فوالا زدت درت هنايا لي فورشيت اون سي جامي باسكو والله ما على بالي لاسك راح نديو دي بيتزا ولا والله ما على بالي قلت اون سي جامي. لي بابي هنايا تاني للدراري باش يشربوا لاتاي. فوالا فوالا هنا كاين هادوك كيما قلت لكم مكسرات هادوك هاد لي بواط البنات، يعني كنت شريتهم العام اللي فات راهم كاينين دوك باختو بزاف بزاف براتيك. فوالا نسي كيفاش نغلقها باسكو راني شاده الكاميرا بيد. فوالا هاكا هي فيها دو زيطاج، فيها وحده تجي هاديه وحده اخرى تجي فوقها ويتغلقوا او ميم طون. دوك لا دوزيام نزيد نديها هكذا باش كي يشريو العشاء راني رايحه نحطها لداخل، يعني تتغلق ما تخافوهاش ما تكون حاجه ثقيله ما راهيش رايحه تتفتح باسكو هاي اللي كيفاش تتحل. فوالا يعني هكذا راهي براتيك خير من واحد يدي معاه قفار يدي دونك جو بريفير هكذا خير. نكاوليك تيرمو تاع لاتاي راني وجدتو وشنو كاينه حاجه راني رايحه ندشنو هنا انا الاولانيه باسكو يعني راسي داير فيا حاله مع السخانه هاديه دونك عباليكم ما نشربش لاتاي تاعي قبل ما نروح راسي راهو رايح يدير فيا حاله. نعم هنا نوجد السراب تاع دراري. كنديرهم برك في الساك ديالهم راهم كامل مكرفسين باسكو كانوا مخبيين مع حوايج تاع الصيف دونك هادو يعني نجبدهم غير من الصيف للصيف. فوالا هنا كما كنتو تشوفوا البنات يعني خليتكم تستمتعوا شويه بالمناظر هكذا على بالي بلي كاين بزاف اللي ما قدروش يخرجوا، يعني كان الحال بزاف بزاف شباب مي شنو الماء كان مقلاصي، يعني مع هذاك التعب تاع الكوشه شعلي هادي وطيبي هادي وديري منه الوغ دونك الواحد لازم يبدل شويه هكذا باش يقدر يكمل خدمته. كما نعرفوا يعني كي يكون المورال تاعك طالع يعني تخدمي ليل ونهار وما تعيش. يعني هكذا البنات يعني كنت شرينا دي ساندويتش في الطريق قصرنا شويه جوزنا عشيه، يعني الله يبارك ما شاء الله مع هذا الكوشي سولي يعني منظر ولا اروع. وهنا البنات كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم خفيف ظريف هكذا نتلاقاو في فيديو جديد وروتين جديد باذن الله.